السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الخامس، الدرس السابع من الوحدة الرابعة بعنوان ضرب الكسور العشرية الجزء الأول. سوف نتعلم عزيزي الطالب في هذا الدرس ضرب الكسور العشرية باستعمال الخوارزمية القياسية للضرب وطرائق الضرب. قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب صفحة 185 وسنقرأ سويا فقرة حل وشارك. طلبت المعلمة إلى طالباتها كتابة رقم واحد في كل فراغ وإيجاد النواتج. كيف يمكنك أن تكمل المقادير؟ أوجد نواتج الضرب. عزيزي الطالب، حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها. ولفهم هذه المسألة عزيزي الطالب سنقوم بالإجابة على بعض الأسئلة. السؤال الأول، ماذا طلبت المعلمة من الطالبات؟ أحسنت، كتابة رقم واحد في كل فراغ. السؤال الثاني، ما هو المطلوب؟ إكمال المقادير وإيجاد النواتج. السؤال الثالث، ما عدد المنازل العشرية التي تعتقد أنها ستكون في ناتج الضرب؟ أجمع عدد المنازل العشرية في كل عامل. عزيز الطالب، بيّن عدد المنازل العشرية في العاملين وعد المنازل العشرية في ناتج الضرب. عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. هناك حلان، عمل عيسى وعمل ماجد. قام عيسى بضرب الأعداد الكلية وحساب عدد المنازل العشرية في العوامل، فقام عيسى بضرب 5 أجزاء من 10 في 5 أجزاء من 10، وقام بضرب الأعداد الكلية بدون الفاصلة العشرية كما يلي، فقال 5 ضرب 5 تساوي 25. وهناك منزلتان عشريتان في كلا العاملين. لاحظ عزيزي الطالب، منزل عشرية واحدة في 5 أجزاء من 10 ومنزل عشرية واحدة أيضا في 5 أجزاء من 10، فقام بوضع الفاصلة بعد منزلتين عشريتين في الناتج وقال هذا منطقي لأن تقديري هو أقل من 5 من 10. لاحظ عزيزي الطالب أن ناتج الضرب هو 25 جزءا من 100 وهو أقل من كلا العاملين. أما عمل ماجد، حيث قام ماجد باستعمال الحس العددي لإيجاد الناتج، فقام بضرب 5 أجزاء من 10 في 8 أجزاء من 10 وقال أن 5 أجزاء من 10 هي نصف الواحد ونصف العدد 8 يساوي 4. إذن نصف 8 أجزاء من 10 هو 4 أجزاء من 10. إذن ناتج ضرب 5 أجزاء من 10 في 8 أجزاء من 10 يساوي 4 أجزاء من 10. عزيزي الطالب، إذا كان حلك مماثلا لحل عيسى أو ماجد فحلك صحيح، وإن كان غير ذلك فقم بتصحيح الإجابة. قم عزيز الطالب بفتح الكتاب صفحة 186 سؤال الأساس، كيف يمكنك استعمال الخوارزمية لضرب الكسور العشرية؟ وسنقوم معا بقراءة فقرات A. تحضر سمية عصير فواكه وتريد تحضير 2.5 أضعاف مقدار الوصفة المذكورة، وهذه هي الوصفة. كم لترا من عصير التوت البري يجب أن تستعمل سمية؟ عزيز الطالب، يمكنك استعمال خوارزمية الضرب لضرب 2.5 ضرب 1.5. وبالانتقال إلى فقرة B الخطوة الأولى، سنقوم عزيز الطالب بداية باستعمال الأعداد المتناغمة للتقدير، وسنقوم باستبدال 1.5 بالعدد 2 ويبقى 2.5 كما هو، وبالضرب 2 ضرب 2.5. أحسنت، 5. وبالانتقال إلى فقرة C الخطوة الثانية، أضرب كما في الأعداد الكلية. نضرب كما في الأعداد الكلية، نضع العامل الأول 25
والثاني 15 كما يلي: 5 في ترتيب الأحاد و1 في ترتيب العشرات، وبعدها نجري عملية الضرب. ونبدأ بضرب الأحاد: 5 ضرب 5 في الأحاد يساوي، أحسنت، 25 أحادا. نضع 5 في ترتيب الأحاد، وبإعادة التجميع نضع 2 في ترتيب العشرات. والآن 5 ضرب 2 في العشرات، أحسنت، 10 عشرات، وبجمع 2 تساوي 12 في العشرات. ونضع 2 في ترتيب العشرات و1 في ترتيب المئات. والآن بضرب العشرات: 10 ضرب 5 في الأحاد 50 أحادا، لهذا نضع 5 في ترتيب العشرات ويكون صفرا في ترتيب الأحاد. ثم نضرب 10 في 2 في العشرات، إذن 20 10، إذن سنضع 2 في ترتيب المئات. ثم نجمع نواتج الضرب الجزئية: 5 زائد 0، أحسنت، 5 و2 في العشرات زائد 5 في العشرات، أحسنت، 7 في العشرات، و1 في المئات زائد 2 في المئات، 3 في المئات. وبالانتقال إلى فقرة سي عزيز الطالب، الخطوة الثالثة: أجمع عدد المنازل العشرية في العوامل لإيجاد عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب. لاحظ عزيز الطالب، يوجد في كل عامل منزلة عشرية واحدة، وبما أن العدد الكلي للمنازل العشرية في العاملين هو 2، فسيكون في ناتج الضرب منزلتان عشريتان، وكان ناتج الضرب كما يلي: 375. وسنقوم بوضع منزلتان عشريتان على يمين هذا العدد. لاحظ المنزلة العشرية الأولى والثانية، لاحظ الفاصل العشرية كيف تنتقل: 1 2 كما يلي. إذا ناتج ضرب 1 5/10 في 2 5/10 هو 3.75 جزءا من 100. إذا 3.75 جزءا من 100 لترا أصغر بقليل من التقدير 5 لترات. إذا فإن الإجابة منطقية. وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة أقنعني برر منطقيا: إلى كم ملعقة طعام من السكر تحتاج سمية؟ وضح كيف وجدت الإجابة. لاحظ عزيز الطالب، وبالرجوع إلى وصفة عصير الفواكه، نلاحظ أننا نحتاج في وصفة عصير الفواكه إلى 6 ملاعق طعام من السكر، وعند مضاعفة هذه الوصفة إلى 2.5، ماذا يجب علينا عزيز الطالب؟ عزيز الطالب، أوقف الفيديو وحل التدريب، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت، محاولة رائعة. لمعرفة كم ملعقة طعام من السكر تحتاج سمية، سنقوم بضرب 6 ملاعق طعام من السكر في 2.5. بداية سنقوم بضرب الأعداد الكلية بالشكل التالي: 25 ضرب 6 في الأحاد. ونبدأ عملية الضرب: 6 ضرب 5 أحاد، أحسنت، 30 أحادا. وسنضع صفرا في الأحاد وبإعادة التجميع، 3 في ترتيب العشرات. والآن 6 في 12، أحسنت، 12 10، وبجمع 3 في ترتيب العشرات، أحسنت يا بطل، 15 10. وسنضع 5 في ترتيب العشرات و1 في ترتيب المئات، إذن ناتج الضرب هو 150. والآن سنقوم بوضع الفاصلة العشرية في الناتج. بما أنه يوجد منزلة عشرية واحدة في العامل 2.5 جزء من 10، إذن هناك منزلة عشرية واحدة في ناتج الضرب. لاحظ، سنقوم بوضع فاصلة عشرية في ناتج الضرب، هذه هي المنزلة. إذن ناتج الضرب 2.5 جزء من 10 ضرب 6 هو 15. عزيزي الطالب، بعد حل المثال السابق، أنت الآن قادر على الإجابة عن سؤال الأساس، وهو: كيف يمكنك استعمال الخوارزمية لضرب الكسور العشرية؟ والإجابة هي: يستعمل الطلاب الخوارزمية القياسية لضرب الكسور العشرية عن طريق الضرب كما يفعلون مع الأعداد الكلية، ثم يجمعون عدد المنازل العشرية في كل عامل
لوضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب. والآن عزيزي الطالب، هيا نطبق ما تعلمناه في هذا الدرس، وذلك من خلال فقرة عبر عن فهمك صفحة 187. السؤال الأول: تريد أميرة ضرب الكسرين العشريين 5 أجزاء من 10 ضرب 8 أجزاء من 10، كم منزلة عشرية سيكون في ناتج الضرب؟ وضح إجابتك. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحل التدريب، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت رائع، إجابة رائعة. الحل: عند إجراء عملية الضرب سنبدأ بداية بضرب الأعداد الكلية، فخمسة ضرب ثمانية هي 40. لاحظ عزيزي الطالب أن هناك منزلتان عشريتان في كل عامل، إذن سيكون في ناتج الضرب منزلتان عشريتان، ونبدأ من أقصى اليمين. هذه المنزلة الأولى، المنزلة الثانية. إذن ناتج ضرب 5 أجزاء من 10 ضرب 8 أجزاء من 10 هي 40 جزءا من 100. إذن الإجابة هي منزلتان عشريتان، لأنه هناك منزلتان عشريتان في العاملين معا. وبالانتقال عزيزي الطالب إلى فقرة طبق فهمك صفحة 187. في التمارين: أوجد ناتج ضرب كل مقدار، استعمل الحس العددي أو التقدير للتحقق من إجابتك. وهذه هي التمارين. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحل التدريبات، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أحسنت عزيزي الطالب، محاولة رائعة. الحل: السؤال الثالث: 12.5 أجزاء من 10 ضرب 9 أجزاء من 100. بداية سنقوم بضرب الأعداد الكلية كما يلي: 125 ضرب 9. سنقوم بداية بالضرب 9 ضرب 5 في الآحاد. أحسنت، 45 آحادا. وسنقوم بوضع 5 في الآحاد، وبإعادة التجميع سنضع 4 في ترتيب العشرات. والآن 9 في 2 في العشرات، أحسنت يا بطل، 18 عشرات. وبجمع 4 عشرات إلى 18 عشرات، أحسنت، 22 عشرة. سنضع 2 في ترتيب العشرات، وبإعادة التجميع سنضع 2 في ترتيب المئات. والآن 9 ضرب 1 في المئات 900، وبجمع 2 في مرتبة المئات إلى 900 سيكون 11 مئة. سنضع 1 في ترتيب المئات و1 في ترتيب الآلاف. إذا ناتج ضرب الأعداد الصحيح هو 1125. والآن عزيزي الطالب، لاحظ أنه يوجد في العاملين 3 منازل عشرية. سنقوم بوضع 3 منازل عشرية في الناتج. لاحظ، المنزلة الأولى، الثانية، الثالثة. إذا ناتج الضرب هو 1125 جزءا من 1000. وبالانتقال إلى السؤال الخامس، سنقوم بضرب 8 أجزاء من 10 ضرب 5 و4 أجزاء من 10. بداية سنقوم بضرب الأعداد الكلية كما يلي: 54 ضرب 8. وسنقوم بالضرب 8 ضرب 4 آحاد. أحسنت، 32 آحادا. سنقوم بوضع 2 في الآحاد، وبإعادة التجميع سنقوم بوضع 3 في ترتيب العشرات. والآن 8 ضرب 5 عشرات، أحسنت، 40 عشرة. وبجمع 3 عشرات إلى 40 سيكون الناتج 43 عشرة. سنقوم بوضع 3 في ترتيب العشرات، والأربعة في ترتيب المئات. إذا ناتج ضرب الأعداد الكلية سيكون 432. ولاحظ عزيزي الطالب أنه يوجد منزلتان عشريتان في كلا العاملين، إذا سيكون في الناتج منزلتان عشريتان. والآن سنضع الفاصلة. لاحظ عزيزي الطالب، المنزلة الأولى والمنزلة الثانية. إذا ناتج ضرب 8 أجزاء من 10 ضرب 5 و4 أجزاء من 10 هو 34 جزءا من 100. إلى هنا عزيزي الطالب نصل إلى نهاية الجزء الأول من الدرس. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن الله.